ضمن مشاريع صندوق الإعمار تقوم مديرية مجاري نينوى بتنفيذ مجرى في منطقة حي النهروان بطول 5.5 كيلومتر تقريبا بأقطار متعددة تبدأ من 1200 مليم إلى 315 مليم. هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة التي تعالج التجمعات المائية الكبيرة في منطقة حي النهروان، حيث يمتد هذا المشروع من مكتب اللويزي إلى منتزه الرافدين. هذه المناطق حقيقة مناطق منخفضة تعاني من تجمعات كبيرة للمياه على مدار السنة، وخصوصا في موسم الأمطار. العمل يسير بصورة جيدة، ألزمنا الشركة بتنفيذ والالتزام بإجراءات السلامة وكذلك الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وألزمنا الشركة كذلك بالعمل بنظام الشفتات حسب توجيه السيد المحافظ الأستاذ عبد القادر الدخيل الذي ألزم كافة الشركات باختصار المدد والإسراع بتنفيذ الأعمال لغرض رفع معاناة المواطنين في هذه المناطق وإكمال الأعمال على أحسن وجه وبأسرع وقت ممكن. ومن هذا المنبر تعاهد مديرية مجاري نينوى أبناء محافظة نينوى بالعمل ليلا ونهار من أجل تقديم أفضل الخدمات إن شاء الله للحصول بالنتيجة النهائية على مدينة خالية من الفيضانات إن شاء الله.